مينا سا كونيتشيوا سوبا ماكيتو نودينا داس. يا ريت اكون قلتها صح. بما ان هذا التشالنج بتاعي مع ماك صديقتي من كوكب اليابان بلانت يون، فانا قررت ان انا احييكم النهارده واحييها بنفس الطريقه المميزه بتاعتها. انا دينا الكفراوي بلوجر ورحاله السوبر ماركت سوبر ماركت ايت. انا بلف العالم وبتفرج على البرودكت الموجوده هناك في السوبر ماركت كريتيف، بحب ان انا اجربها. النهارده انا عندي تشالنج مع ماك، المفروض ان انا ادور على 8 منتجات كريتيف موجودين على الشلف هنا في السوبر ماركت في مصر، وهي كمان هتعمل نفس التشالنج ده عندها في السوبر ماركت في اليابان. انا النهارده اخترت لولو هايبر ماركت عشان دايما عنده كولكشن من البرودكتس المستورده الغريبه، فيلا بينا نبدا. هما عاملين هنا في لولو هايبر ماركت بوابات للتعقيم، بتعدم البوابة بترش عليكم معقم، وفي نفس الوقت في موظفة بتقيس درجة الحرارة بتاعة الناس اللي داخلة، وطبعا بتميك شور ان كل واحد لابس الماسك بتاعه. طبعا هو تشالنج جامد جدا ان انا هلاقي حاجات هنا في مصر كريتيف اكتر من اليابان، خصوصا انا رحت اليابان هناك وعارفه قد ايه البرودكتس اللي هناك مختلفه ومجنونه، لكن احنا هنحاول هنعمل اللي علينا هيبقى يكون ادائنا مشرف. عندنا في الليسته في الكاتيجوريز هما 8 برودكتس، بيض، منتجات البان، بيكريز، سناكس، درينكس، زيت او سمنه، شوكولاته، ومعلبات. تعالوا نشوف ايه الحاجات الكريتيف اللي ممكن نلاقيها هنا في لولو هايبر ماركت. حاجة غريبة، لقيت حاجة غريبة، قطع الأخطبوط في صوص السو. ده سكين، دي برضو أنا غالبا أنا ناسي إن أنا في تشالنج. دي حاجات أنا عايزة أشتريها، لايم أند كوكونات سالاد دريسنج. I'm so in love. ممكن كنت دي اكتر حاجه كرييتيف، بس هي اكتر حاجه لذيذه بالنسبه لي. جلاب جامون ده الميكس ده حلو قوي. هو لولو هايبر ماركت مشهور ان عنده حاجات هندي كتير، في حاجه جديده على السوبر ماركت في مصر. الرسجولة دي برضو من الحلويات المشهوره قوي الهنديه، جميله، بس ده سعرها او ماي جاد غالية جدا. في الفيلينجز انواع هي مختلفة، في ميني ستروب وافلز دي هولندية موجودة عندنا هنا في السوبر ماركت في مصر، دي حاجات صغننة صغننة. الحاجات الكرييتيف ان احنا لقينا صورة اميتابا تشين على بسماتي رايس، دي ممكن تبقى حاجة حلوة كرييتيف. منت اند روزميري جيلي، شكلها حاجة عاملة زي تشاتني شوية. يا جماعة انا لقيت مفاجأة، تارا، لي اند بيردز وورسشاير صوص. دي اشهر براند انجليزيه بتاعت وورسشاير صوص، بقالها مثلا 100 وكام سنه يعني بتعمل الصوص ده. حد بعت لي بيسالني على جبنه فتا اوريجينال هنا مصر، هي النوع ده اللي هي بتتفتت. في منها برضو اهو اوريجينال جريك جوت تشيز. دي صوصات مستورده كولمنز، براند دي ظريف يا جماعه، طمنها حاجات كتير ظريفه. ليمون جراس بيست، think I will get one. اللي بيدور على ليمون جراس بيست انا لقيته هنا اهو في لولو هايبر ماركت، ميد ان يو كي.
الشاي الانجليزي بي جي موجود هنا، مش مصدقه نفسي. الله، بريطانيا الجميله. فعلا هي بريطانيا الجميله حقيقي. الصوصات اللي انا عملت عليها ريفيو الكام يوم اللي فاتوا، قلت ايه الباستو ده، الجواكامولي. بالنسبة للمشروبات انا اخترت ده واي تي بطعم الخوخ. عايزين نشوف بقى ميجا هتختار ايه من عندها. كل رينج مع السكر. برضو في الصوص ده البلو تشيز، ده رينج فيت فري. الناس اللي كانت بتسألني على خل التفاح الأورجانيك، اهو موجود هنا في لولو هايبر ماركت، وفي منه مقاسين، في المقاس ده كمان. غريبة وجديدة. هذا السايز من برينجلز، سايز صغير ازاي. في منه فليفر تاني، منه فليفر تاني شادر تشيز، مقاس بيبي. ده كافيين فري تي. في انواع تانية، في تي سن ميد ريزنز. Oh my god, I love. بس يا جماعة برضه لقيت ايه؟ لقيت ده سي سولت، ده بخمسين جنيه، كمية رهيبة. نشوف بس انا بحب قوي بقى الساندوتش سبريد ده للغاية بجد. اي سو لاف، بيبقى فيه زي قطعة كده ريلش من جوه، تعمل بقى طعم تحفة لما تحطوها في الساندوتشز. جميل. بالنسبة للتشالنج منتجات الالبان، فانا خلاص اخترت اهو. طبيعية ميلك مان، دي براند جديد على رف السوبر ماركت. طيب يا جماعة، ده هنا سكشن البيض. طبعا it's very challenging ان انا الاقي بيض مميز هنا في مصر. انا بدور على بيض ناعم او بدور على البيض اللي هو فيه سفارين، فمش عارفة بقى هلاقيهم هنا ولا لا. خلينا نجرب ونشوف. ده الكويل اكس، سألت على البيض ابو سفرين لقيته كان موجود ومبقاش موجود دلوقتي خلصان، وبيض النعام برضو خلصان. فانا في الاخر اشتريت البيض السماني في الاخر، ده اللي انا اشتريته. في حاجات كتير انا اشتريتها النهارده من لولو هايبر ماركت، ام فيري اكسايتد ان انا اجربها. في اغلبها حاجات مستوردة، عندهم سكشن كامل لحاجات من يوكي، عندهم برودكتس كتيرة جدا ميد ان انديا، في حاجات كتيرة قوي للناس اللي بتحب التاي كوزين. فبجد ام سو اكسايتد. ولو اي حد يدور على الحاجات المستوردة ديت مش لاقيها، حاجات كتيرة جدا انا لقيتها هنا مش موجودة في سوبر ماركتس كتير بره. ادي يا جماعة اخرة التشالنجز. مصاريف كتير. We broke the budget. اخر حاجه في التشالنج هي الزيت
انا اخترت الاوليف اويل بالترافلز، انا اشتريته من فريش فود ماركت وكنت عايزه اصوره جوه، لكن هم قالوا لي التصوير بيحتاج بيرميشن فقلت اصوره في العربيه. فده اوليف اويل بالترافلز، وايت ترافلز، من الحاجات اللي فيري كرييتيف وطعمها تحفه، بتحط مع الباستا بتبقى عظيمه جدا. كلنا عارفين الخل البلسامي، لكن مش كلنا عارفين البلسامك كريم. بلسامك كريم بالتين، يعني بتعمل تين بلسامك كريم وسفجز. فده انا شايفه ان هو فيري اكسايتنج وفيري كرييتيف، حابه ان انا اجربه واحكي لكم عليه. كده التشالنج خلص. ثانك يو ميج عشان اشتركتي معايا في التشالنج ده. ولو انتوا عجبتكم اي برودكت من اللي انا صورتها النهارده في الفيديو اكتبوا لي في الكومنتس، وايه الحاجات اللي انتوا نفسكم ان انتوا تجربوها، ولو في حاجات كرييتيف كمان تحبوا ان انتوا ترشحوها لي قولوا لي. هابي سوبر ماركت ايتينج. عشان تعرفوا ميج اختارت ايه من السوبر ماركت في اليابان ادخلوا على قناتها بلانت نيهون دلوقتي. اللينك في صندوق الوصف.